كيفك دلوقتي يا زينب؟ عملت لك وكل مطرح ما يسر يمر. مش عايزه اكل حاجه مفيده. مش عايزه. ليه؟ مش عايزه. قومي. تقوم في انت مالك؟ انت صوتك ما اسمعوش خالص. يلا يا زينب يلا عشان نروح للمأمور نقوله ان جبريك عايزه تموتك. يلا قومي. مفيش طلوع. بنت انتي انا من ساعه ما نزلت البلد وانا نفسي ارقعك رصاصه اجيب اجلك، وعندي استعداد اعمل ده دلوقتي يا شمس. من القلب للقلب. انا كمان عايزه امسك زماره اترجبتك اطلعها في يدي. كفايه كده. كفايه بقى. حرام عليكم. مش قادره هموت. انا لا هروح في حته ولا هقول حاجه. نعم يا اختي. وامك اللي مرميه في الحجز دي بسببك. انت كنت عايزه تموت جبريه علشانك. كل ده ولا همك؟ لما يجي مروان رجاله العيله هي اللي بتحل الكلام ده مش احنا. كفايه بقى. حرام عليكم. رجاله العيله. رجاله العيله ولا راجل العيله؟ قصدك مروان. مروان اللي دخل اخوه مستشفى المجانين عشان يلهب فلوس ابوه كلها، ولا انا غلطانه؟ كفايه كده. سيبيها في حالها. وانت مالك انت؟ انا واختي ما تتدخليش. لو اختك وخايفه عليها كنت سكتتي. مش شايفه حالها كيف؟ زينب ورب الكعبه لو ما قمتي معايا دلوقتي لاكون مسقطاكي بايدي. اخصى عليك يا ريتال. وقدرتي تقوليها؟ هتسقط اختك؟ عادي تقولها وتعملها قوي. ما عملتها قبل كده بتت القتله دي. مش قصدي يا زينب، بس امك مرميه في السجن. كل ده بسببك. ما هو من عمايلها المهببه. امشي من وشي يا شمس. امشي انت. مشش في ركبك يا بعيده. انت مش واخده بالك ان البيت ده بيتي واني ممكن اطردك في اي دقيقه واقول لك اطلعي بره وما تلاقيش حته تلمك؟ بنت انت اقسم بالله العظيم هديكي علقه تخشي فيها المستشفى تقعدي فيها شهر. وريني. اطلعوا بره. اطلعوا بره. بره مش هيشوف حد. بره. اطلعوا بره. انتوا اللي انتوا مش هيسمع صوت حد. اطلعوا بره. بره. خدي هنيه. رايحه فين؟ شمس ابعدي عني بدل ما تيجي على مزاجك في الحيطه. تلزقي مين في الحيطه يا ناقصه يا جليله الرمايه؟ بت شكلك وحشتك على البيت السلم يا رحام. بيت السلم. انا هجيب اجلك النهارده. ما انا هوريك. وزينب. زينب بقول لها تعالي نمشي من هنا نروح نشوف امك. تقولي لها لما يجي مروان. لما يجي مروان ورجاله العيله. نهار اسود. زينب قالت لك كده؟ اه قالت لي كده. اقعدي اقعدي. مش همامها امها ولا همامها اللي حصل يا شهد. اكن اللي حصل ده ما حصلش بسببها. هين عليا اروح اولع فيها وفي البيت اللي فيه. امك موقفها صعب قوي يا ريتال. ليه؟ الراجل مات؟ لا ما ماتش. وكمان قال ان الرصاصه خرجت غصب عنها. بس في ناس قالت اللي حصل بالظبط وده عمل تضارب في اقوال الشهود وده مش في مصلحه امك طبعا. وهي فين دلوقتي؟ بايتها في الحجز. ايه؟ يا نهار اسود يا شهد. امك ممكن تروح فيها. مش بايدي يا ريتال. اعمل ايه طيب؟ هو ايه اللي تعملي ايه؟ اتصرفي. مفيش غير حل واحد. اروح للعمده. عمده؟ عمده ايه؟ العمده جبريه واخداه في جيبها داخله طالعه اكنه بيت اهلها. ما عنديش حل تاني. ده انا حتى اتكلمت معاه واحنا عند المأمور. اروح له تاني يمكن يخلي الشيخ يغير اقواله او يخلي الشهود تقول اي اقوال تانية. مش عارف. هشوف. عن اذنك. اه يا كريمة. سألت عليك قالوا لي انك هنا. قلت اجي اقعد معاك شوية.
شوية بس. طب قولي شويتين تلاتة. وعرفت اللي حصل. برافو. أيوة برافو. اوعى تضعف يا حسن. أديك شايف بابا لما ضعف حصل فيه إيه؟ الدنيا كلها جت عليك. طول ما أنت عالي ودراعك شايلك، محدش هيقدر يجي جنبك. والدنيا كلها تعمل لك ألف حساب. هو أنت بتفكر في إيه؟ إيه اللي في دماغك؟ بفكر في نادية. نادية؟ نادية مين؟ نادية دي اللي قتلت أبوي. كلنا افتكرناها ماتت. شفتها عند مهدي وقال لي إنها مرته. واللي يعرف لك أصل الحوار ده؟ تقدري؟ طبعًا. طب استقل بيا ولا إيه؟ لا استقل إيه؟ طب تعالي تعالي نشربوا حاجة. لا أنا عايز سجارة، أنا خلاص دماغي هتفرقع. خيلتيني راحة جاية راحة جاية. جننتي ولا إيه؟ جننت إيه؟ هو في جنان أكتر من اللي بيحصل في البيت ده؟ بقول لك يا بنتي فوزية، أنا عايزاكي تحكي لي اللي بيحصل في الخروبة ده من طقطق لسلام عليكم. عايزة تعرف إيه أكتر من اللي شفتيه؟ كريمة مش سهلة. أنا حسيت إنها فرحانة في اللي حصل لمروان. آه والله. وجبرية دي يا ساتر يا رب، دماغها زي الصخر. مالها يا أختي عنيدة كده ليه؟ بس حسن طيب صح؟ بسم الله ما شاء الله. كل ده عرفتيه من نظرة واحدة؟ يا بنتي يا فوزية، البيت ده عاوز له عدلة، وإلا كلنا هنروح في 60 داهية. يكش خايفة على البيت وعلينا يا نعيم. بنتي يا فوزية، كنيش فاكرة يا بنت إن أنا جاي آخد قرشين عشان أبعزقهم؟ أصحيح أنا بحب العز، بس كمان بحب العزوة واللم. ويا بنت تفتكري إن أنا سهلة يعني؟ لا ده أنا أقدر على كتير قوي. إنما قوليلي بقى، هو مين اللي له كلمة مسموعة في البلد؟ العمدة طبعا. اتفضلي. مين حضرتك؟ مدام مهدي موجودة؟ اه موجودة. نقول لها مين؟ تحت امر. كنت عايزاكي في موضوع. هو انت مين؟ انت اللي مين؟ انا اللي مين؟ دي صاحبتي. يبقى مش من حقها تسأل. انا هنا اللي اقول مين اللي يسأل ومين اللي ما يسألش. حسن اللي بعيدني. حسن مين؟ طب ممكن نقعد بس ونتكلم؟ اتفضلي. حسن ابن أظن عيب قوي على فكرة. حسن ابن عبد الحكيم أخو مروان طليقك. أنت بتقولي إيه؟ أنا وش ما تخافيش، أنا جاية أتفق معاكي. أنت ما تعرفيش أنا وقفت بره قد إيه لحد ما مهدي خرج. ما هو ما كانش ينفع أقابلك وهو هنا. أنا ما فاهماش أنت بتتكلم يعني. لا أنت فاهمة كويس قوي أنا بتكلم عن إيه وأقصد إيه.